لبست هنا ما غاديش ندير فيها الحمى برا الدجاج برا حيت ما عنديش داكشي اللي عندي غادي نديرو. المهم هادي العطريه ديال الحوت، توماس، كنجبير، مليحه، هادي تاهي ديال الحوت فيها تحميره في مي وفيها مقادير كريسبي ديال الحوت. وعندي هنا واحد كروفيت، هنا كيلو الكروفيت وهنا جوج كيلو ديال الكالامار. صافي وغندير العطري، مهم بسيطة الا خفيفة ديال الشيوة. غادي ندير قزبرات وغندير معاه التومة، وهادشي اللي كاين. واحد الرويحة طالعة غزالة والله. أنا كنقطع هدا سميتو تاني مقينة، وي المهم دابا كنصوطي هاد الكالامار، الكالامار يتصوطا صافي، ونعاود ندير الكروفيت صافي، ونعمرو بسكرة ديال الماء نخلي على خاطرو دابا صافي. الماء هنايا كيسخن على ود الشعرية، المريقه اللي بقات لينا. حتى عليك تعليكات الشامبينيون، تعليكات ديال النفس عجبني انا. غادي وكيتعلك، غادي وكيتعلك ديك الشرموله صافي، نخلي يتعلك وينشف ونديرو على الفك اللي بقى صافي. وهادشي اللي كان كيدير الدجاج، هبره ديال الدجاج لما باش نخسر المذاق في الحوت صافي، كافيني حنا قلالين كافيه انا زعما صراحه في الهبره. خلطت كلشي حيت غير صغيره ماشي كبيره باش دير ديك طبقه الحوت والهبره باش ما تخافي تخسر هذيك ملي كتكون هبره الحوت. مي دابا هي اعتبرت معنا
غادي نجمعها. هي بحقا ماشي مشكل، واخا هادشي زعما تشكي مكتخلعش، متخلعكم مدهشكم. اسمع اش جبت الحال هاك ايوا دوك اللي محلوين لايفات غنقول لكم ها انا فاش ملهي حتى واحد الله قال لي شي قرض كينقص فوق قالوا لي شي قرض كيحنقص فوق السطوحه دابا فوق السدادر يا ويلي القرض ها فاش ملهي سيروا عند عيالاتكم يتلهاو معكم شويه حنا ملاهين مع الوليدات ومع الحياة ولو تخبطو حتى الصباح وصافي فتناكم فتناكم صافي دزناكم ودزنا المرحلة ديالكم سمحوا لي هنا بلا ما كندير هانتوما المهم هادشي اللي عطى الله نمشي نشوف واش كيقولوا علينا صحاب فيديوهات شوفوا لالا بشرى اليوم طيبت لينا بسطيله ديالنا بشرى اختي انتوما اش بلا ندير معكم سطيله كاين شي بشر كيجلد فيا كتجلد دابا كتجلد سبحان الله واش الله الله انا ملهي في ذنوبي والناس ملهيه بيا قسمتها بالسم تفرقعوا تفرقعوا شوفوا الناس العيالات اش كيديروا والله العظيم مبارك لكم العيالات اش كيديروا هالعيالات معاكم والله يعفو عليكم والله يشافيكم الله يشافيكم اش نقول لكم الشفاء وصافي هكا اميره بنتي هكا الله يهدينا هكا غزاله ديالي شكرا الحبيبه ديالي عرفتي قلت هاد الحبيبه ديالي قلت شكون تفكرت لالا اسماء تحية لها هي اللي كتقول الحبيبة ديالي لالا بشرى حتى قلتها وانا نتذكرها طلعت رجولة هذيك السيدة الله يهديها شوف حنا كاع منا متوقعين منهم راه ديما كتجي من اللي ما متوقعاش منه ديما داكشي كيجي بالعكس سبحان الله اللي كتسني منه كتجي منه الخير ما الخير عمرك تسني بنادم يردو يديرو ونسي تسني من داكشي تسني في ربي وصافي ربي يردو لك كيتلعق لي الاصل خلاص اش كانت كتقول امي مسكينه ديك الجمله طعمنا نكار طعمنا نكار اللي كيدخل وكلا معنا في الدار كيقول وحتى من صحاباتي انا كانوا عندي نفس البروبليم بحال بوشرى طرا ليا صافي انا نقول انا ما نعاودش غلط ديال بوشرى باش بوشرى كتعاود الغلط انا ما نعاودش غلط حتى في الخوت ما تثقاش فيهم دير الخير في خوك خوك ماشي خوك ولد امك وبوك ما يفوشكش كيبقى ولاد الزناقي ولاد الزناقي انا ما نعرفش دايره كانت مسخوطه هادي اللي سمع مع عشره يقول درت ليها واحد لينا شوفوا شوفوا وحده تهضر وتهز علينا داك المشقوف زعما ودايره صغيرتها مرة انت قولي لالا جايه من المدرسه يتقول لي يتقول لي بيا فاش باسمه كنتي ما عندكش تليفون باسمه قالت لي باسمه جيبي معايا الفريش باسمه ما عندكش تليفون كتمشي عندها تليفون ما تعرفش ندير في هذا الموضوع على شكل الكومنتيرات وبقاو لي بالي قالوا بغاو يتضامنوا مع بسمه باش مشات شدها تليفون كنبغي نشكر لكم على التضامن وزيدوا هذه الحنه راه عجبتني بزاف ايوا تبارك الله عليك اختي
ايوا لالا بشرى صافي اختي شوفوا بشرى اليوم كي ضرب النوفه ديال سي درب بوت ما بقاو عيو 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 الله يستر. ايوا دابا نتعشاو. جيبوا لنا لي فورشيت ما جبتوهمش نسيناهم. المهم قبل لنا شنو كاين حنا بوحدينا عاد شنو نسينا الزيتون مش بصح نسيناه. واه كي غتعقلي وانتي بنادم ما كياكل فينا اليوم الناس كياكل كيغطوا الناس ما كاينش العقل كذاك. ولكن المهم على كل على العموم هذا هو عشتنا ديال اليوم وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا. نتمنوا يعجبكم. شاركنا معكم الطريقه البسيطه يمكن تقريبا كلها طريقه سهله ديال البشره راه كتجي في المذاق. مذاق راه واعر واعر واعر. هذه ما فيهاش الزبقه كاين فيها مذاق. اه لا تا الزوق زعما راه زوين على مالكي ماشي داك. شكرا حبيباتي. ممكن تجيبي شي طوغ جبتي ليا اش كتصوري؟ كنصوركم في الجمع العائلي ديالنا. المهم الخوت هذا الشيء اللي كاين هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى يكون عجبكم. نتمنى يكون داكشي كان زوين. ايوا صافي قيتونا دابا غادي ندوزو نتعشاو وهذا الشيء اللي كاين. نخلي لكم مره اخرى الانستغرام ديالي هنايا والتيك توك ديالي هنايا الناس اللي مازال ما دخلوا مرحبا بكم. وهذا الشيء اللي كاين حقا صورت لكم واحد الفيديو ديال هذا مازال ما لحتو واحد المقلب رائع. حيت شفت الناس كيقولوا لي واش بصح هذا راه غير ملصق وديجا درت واحد المقلب لماما وانا غادي نحطو لكم تشوفوا غيعجبكم. ومهم هذا الشيء اللي كاين بلا ما نطول عليكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي والسلام عليكم.